مرحبا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. انتهت منتخباتنا الوطنيه المشاركه في دوره الالعاب الاسيويه 17 انشون 2014 استعداداتها لخوض المنافسات واللي تنطلق رسميا في 19 من سبتمبر الجاري وحتى الرابع من اكتوبر المقبل. نعم، وللحديث ايضا عن هذه البطوله وحظوظ منتخباتنا المشاركه معنا في الاستديو السيد محمد بن علي المهندي، صحفي ومحلل رياضي بجريده الشرق. يا مرحبا ومسهلا فيك ابو علي، حياك الله في استديو ترحيب. يا هلا ومرحبا يا مرحبا ساده المشاهدين الكرام. مرحبا يا ابو علي. في البدايه ابو علي، يعني قبل ما نبدا عن الحديث عن البطوله، لو نتكلم عن انجازات اللي حققها ابطالنا في البطولات الاسيويه السابقه. الحقيقة طبعا مثل ما تعرف الشباب القطري شباب طموح، وشباب لديه التحدي ولديه حب المغامرة وحب رفع راية العنابي عالية خفاقة. وفي الحقيقة يعني إنجازات كبيرة حقيقة حققوها الشباب، رغم أن عدد سكاننا قليل ومساحة بلدنا صغيرة، لكن حقيقة بأفعال الرجال وبالإنجازات الكبيرة اللي تحققت. الحمد لله. احنا طبعا أول دورة آسيوية شاركنا فيها سنة 78 كانت ببانكوك، طبعا ما حققنا فيها ميدالية، بس كان عندنا فريق كرة قدم جيد، وكنا يعني قاب قوسين أو أغرب لولا بعض الأخطاء. لكن في نيودلهي عام 82 حققنا أول ميدالية برونزية حق دولة قطر. بعدين أي لعبة تذكر؟ والله ما أذكر، بس يعني إحصائية على السريع شو اسمه. وأيضا في سيول عام 1986 حققنا 4 ميداليات ذهبية و3 برونزيات. في عام 1990 بالصين في العاصمة بكين حققنا 6 ميداليات، 3 ذهبيات منهم وفضيتين وبرونزية واحدة. عام 94 في هيروشيما باليابان حقيقة كانت لنا إنجازات حلوة، 10 ميداليات منها طبعا طلال المنصور حقق 3 ذهبيات، لنا 4 ذهبيات في البطولة وفضية و5 برونزيات. في بانكوك عام 1998 حققنا 8 ميداليات، منها طبعا ذهبيتين ومنها 3 فضيات و3 برونزيات. في بوسان 2002 طبعا ارتفعت القله، هي بوسان في كوريا الجنوبيه، 17 ميداليه منها 4 ذهبيات و5 برونزيات و8 فضيات. عام 2006 في قطر حقيقه كان الانجاز الكبير، حققنا تقريبا 32 ميداليه، واهم شيء كانت ميداليه كره القدم لاول مره حققنا الذهبيه، وكانت حقيقه إنجازات نفخر بها، وكان أفضل دورة ألعاب الآسيوية بشهادة جميع. لحد الآن عندما يقابلوني يتذكرون البطولة والإبهار حقيقة في الافتتاح وفي الختام والاستضافة الجيدة والمنشآت الرياضية اللي حققنا فيها. 32 منهم 9 ذهبيات و12 فضية و11 برونزية. آخر شيء كنا في كوانزو بالصين، 16 ميدالية، 4 ذهبيات، 5 فضيات و7 برونزيات. نأمل إن شاء الله في أنشون أن يحققون الشباب ميداليات ذهبية وميداليات فضية وبرونزية. الحقيقة هم قدها وهم كفوا، حقيقة الاستعداد كانت جيدة، والدولة حقيقة ما قصرت بالدعم إلا محدود للشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بذلوا جهد كبير خلال الأربع سنوات إن شاء الله الماضية في إعداد الشباب لتحقيق إنجازات إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله بيلقون النتيجة اللي فعلا ترفع الراس وتبين هذه الجهود الحثيثة اللي حطوها من المسؤولين وأيضا هم من أعضاء الفريق. ولكن أنا عندي تساؤل بسيط، يمكن نلحظ في هذه يعني الفترة غياب كرة القدم يعني في هذه المنافسات، هل في تعليل لغيابهم؟ هل يعني شيء معين أصبحت لهم ظروف معينة حرمتهم من المشاركة؟ شنو اللي صار لهم؟ هو حسب مصادر طبعا الخاصة أن الفريق كان يعد بقيادة فهد ثاني المنتخب الأولمبي اسمه، كان يعد إعداد لهذه البطولة وللتصفيات الأولمبية. كان الفريق جاهز، كان الفريق تدرب. عند طبعا ما رأت اللجنة الفنية أو لجنة المنتخبات المسؤولة عن المنتخبات، لأن المنتخب الأولمبي فيه من الشباب وفيه من الناشئين وفيه أيضا من الفريق الأول. من الفريق الأول طبعا الجدول عندنا دورة الخليج، وعندنا الشباب في مينمار شهر 10، بتكون في 17 البطولة. بطولة مينمار مهمة بالنسبة للشباب لأن تأهلنا إلى كأس العالم، فهم طبعا
فضلوا ان يحتفظون يشاركون في بطوله الشباب افضل من يشاركون في الاولمبيه. نعم. لان هذه تاهلك لكاس العالم. صحيح. واعتذروا لان خافوا من الارهاق بالنسبه للشباب بالنسبه. نعم. للناشئين وبالنسبه للفريق الاول. فنامل ان شاء الله لمنتخب ان يحقق له احد المراكز اللي تتاهل ان شاء الله انه يصعد للنهائيات في روسيا. الله يوفقهم ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني تعرف خالد مثل هذه الاشياء والانشطه اللي دائما تصير مفرحه، والحمد لله ان الغياب اصبح مبرر. احنا عندنا يمكن يكون تقرير، ما ادري يسمي عندنا تقرير. الله يسلمك. لان بما ان محمد بن علي مهندي من اهل الشمال. نعم. انا بودي الشمال. انا قلت لكم بيتوصف فيكم. ما عليكم خالد. فانا بوديك الشمال اخي. اي بنروح الشمال بنرجع نكمل. نعم. كلامنا. الحين يمكن وصلنا الى فقره مناطق، وهي كما ذكرنا في اول الحلقه فقره جديده اسبوعيه تشاهدونها كل يوم احد ان شاء الله. نعم. وانطلاقه هذه الفقره بتكون من الشمال. نعم، طبعا نديبنا ابراهيم النعيمي ينتظرنا مع ضيفه الكريم عشان يطلع لنا اكثر عن هذه المنطقه ومميزاتها. طبعا الكلمه عندك يا ابراهيم. يا مرحبا بك خالد، امسي عليك وعلى اخوي خالد جبيسي وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما ذكرت، نعم عندنا هذه الفقره ان شاء الله بتكون كل احد، واليوم بنتكلم عن منطقه الشمال وبنيتها التحتيه اللي تطورت تطور كبير بسبب المشاريع اللي حصلت في المنطقه، واللي بيحدثنا ان شاء الله عنها اكثر معانا حسين الفضاله مدير بلديه الشمال بالتكليف. حياك الله يا ابو فهد. يا مرحبا ويا اهلا فيكم. الله يبقيك ابو فهد. في البدايه نبي نتحدث عن اهم الخدمات والمرافق اللي في منطقه الشمال. اول شيء يا هلا ويا مرحبا فيكم. الله يبقيك. اهم الخدمات اللي عندنا في الشمال الله يسلمك، المشاريع، الخدمات اللي تقدمها. نعم. البلدية. نعم. تقدم عندنا مكافحة الحشرات والقوارض. نعم. عندنا النظافة العامة. نعم. سواء نظافة المنطقة أو نظافة السواحل. نعم. كما ذلك عندنا خدمات الحدائق العامة، يقوم تنظيف يقومون الحدائق العامة بتزيين الدواوير وتوزيع الورود على الدواوير وعلى المنطقة كاملة وعلى الحدائق وعلى. نعم. المواطنين. نعم. نعم ابو فهد، وش اهم الجهود والمقترحات اللي حطيتوها في الاجنده عندكم؟ عندنا الله يسلمك المقترحات، حاليا عندنا البنيه التحتيه موجوده في الشمال. نعم. وان شاء الله بتبتدي عندنا في خلال الشهور القادمه، خلال الشهرين القادمين ان شاء الله. نعم. هي ال الشوارع، لا البنيه التحتيه لعزك الله للمسائل الصرف الصحي. الصرف الصحي. نعم. كذلك صرف الامطار. نعم نعم نعم. صرف الامطار يمكن العام شفنا مناطق تجمع فيها المطر. نعم. كميات. نعم. كبيره ان شاء الله. ان شاء الله اشتغلتوا على هذا. نعم. فاحنا استعدينا السنه ان شاء الله لهم وضع مضخات في الاماكن اللي تجمعت فيها الامطار. نعم. خصوصا عند البيوت، بيوت المواطنين، المناطق النازله. نعم. ابو فهد، شوف الوعي البيئي ما شاء الله يعني منتشر في قطر كامله وخاصه في المناطق الشمال، لان هم من اهل البر واهل البحر. نعم. انتم عندكم مشاريع يمكن للشواطئ والاسياف كتزيين او كتنظيف؟ في تنظيف. نعم. الشواطئ عندنا ما شاء الله، عندنا شواطئ جميله مثل شواطئ فيرط والغاريه والمفير. نعم. وشاطئ عندنا فرويسه قريب، البلديه تقوم بتنظيفه يمكن في الاسبوع مرتين، اضافه الى ذلك في مكتب الوزير نخاطبهم اذا كان فيه تسرب آيل وما شابه ذلك. نعم. يقومون بهذا الدور، تعاون مع وزارة. نعم. البيئة. نعم. يقومون بهذا الدور التنظيف. مع ابو فهد، عندنا تقرير عن اهم المشاريع في المنطقة وحاجياتها، نشوف وياكم مشاهدينا هذا التقرير وراجعين مع ضيفنا. مناطق الشمال بمدنها وطبيعتها وحضارتها الراسخة في عمق التاريخ تحاكي المستقبل من خلال المشاريع المتنوعة على كافة الأصعدة. تتميز منطقة الشمال يعني بأنها منطقة حيوية من مناطق قطر العامرة يعني، والآن أصبحت هي يعني مركز حضاري يعني فيه العديد من القبائل والعديد من الجماعات السكانية يعني، والآن فيه نشاط يعني كان من في البناء أو في التعليم.
يعني من أهمية الشمال. وطبعا هذه أشياء شيء معروف يعني عند أهل قطر أن منطقة الشمال منطقة فيه الكثير من الأحداث، الكثير من القرى. يعني ما نراه اليوم من القرى هي يعني عدد محدود. يمكن الشمال قبل في فترة تاريخية معينة كان فيه ما يقارب يمكن 15 قرية، فيه مثلا عدد من المدن تعتبر مثلا طيبي وكذلك اليوسفية وكذلك الزبارة، هذه مدن قديمة يعني الآن داثرة، ولكن هي كانت قبل 250 سنة يعني تمثل تاريخ وحركة، حركة يعني للحياة في الشمال. طبعا القديم كان الشمال، أهل الشمال يعني يعتمدون على الغوص على اللؤلؤ. والله حجم المشاريع اللي قايب الحين عندنا في الشمال مشاريع ما شاء الله يعني كبيرة. عندنا تطوير الميناء، عندك بناء مدارس للبنات جديدة، عندك بعد الحين بيقومون بإنشاء مستشفى متكامل لمنطقة الشمال. الميناء الجديد الحمد لله هذا تقريبا المرحلة الثالثة من تطوير الميناء، في مرحلتين سابقتين، المرحلة الأولى في السبعينات والمرحلة الثانية في آخر التسعينات في الألفية، والمرحلة هذه ما شاء الله ميناء كبير وشامل كل حاجة ما شاء الله، وإن شاء الله يعني شبه خالص يعني يمكن 80% 85% خلص الميناء. توجيهات طبعا من القيادة العليا من سمو الأمير الحمد لله يعني سووا كل شيء. ولكن رغم ذلك فإن الأهالي المنطقة مطالبهم وطموحاتهم عشان تبقى مناطقهم جاذبة للمواطنين والسياح والمقيمين على هالأرض الطيبة. المرافق اللي نبقيها أول شيء تطوير الشمال من ناحية الشوارع، شوارع تربط بين بظلوف والمدينة ورويس، الشارعين الجنوبي والشارع الشمالي. ثاني إقامة مرافق للسياحة في الشمال كفنادق وجذب للسياح، وإقامة فرع الجامع منتصف الطريق للبنات والأولاد، وتطوير الطريق اللي يربط بين الشمال والزبارة، وإقامة محطات بترول على طريق الزبارة يعني تقريبا، وكثار من دوريات المرور على خط الشمال. الرسالة اللي أبعث للشباب إنهم يحافظوا على المنطقة، ولا طلعوا الصيد ولا طلعوا البحر، إن يحافظوا على الشعب المرجانية اللي في البحر ويحافظون على البر ما يخربون فيه. قطر هي الأرض الغالية على القلوب، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، قلب واحد ونظرة شخصة لمستقبل واعد يلبي طموحات أبنائها اللي يبذلون الغالي والنفيس عشان دفع مسيرة وطنهم للأمام. حياكم الله مشاهدينا من جديد. نرجع مع ضيفنا حسين الفضالة مدير بلدية الشمال بالتكليف. حياك الله من جديد يا أبو فهد. أبو فهد، استفادت منطقة الشمال من ميناء جديد، كلمنا عن ميزات هذا الميناء. الميناء الله يسلمك له مميزات إن شاء الله تعود على هذا الشمال بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. أول مميزات أنه تم حفر الغناء وتوسعته، نعم، وتكبير ميناء الصيادين، وهذا يرجع لهم إن شاء الله بالخير. كذلك إن شاء الله بنستقبل فيه السفن التجارية إن شاء الله، نعم. بنوفر إن شاء الله بتوفر وظائف لأهالي الشمال إن شاء الله. إن شاء الله. أبو فهد، يمكن في ناس كثير ما يدرون أنه فيه في الميناء فيه جوازات وتقدر تسافر عن طريق البحر في لنج، نعم، أيضا هذا من قبل الميناء، هذا الموجود الميناء القديم. في الميناء القديم، نعم، نعم، ممكن واحد يسافر عن طريق الجوازات، في جوازات في الشمال، نعم، ويروحون في البحرين. ومن ضمن المسافرين أنا كنت في يوم من الأيام. تروحون وين؟ البحرين. البحرين. البحرين كم مسافته مني؟ تقريبا ساعة إلا ربع، تقدر تقول ما شاء الله. أسرع لك من السيارة ومن الطيارة. أسرع لي من السيارة. طيب أقرب، نعم. 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 أبو فهد، في تعاون وتنسيق بينكم وبين المجلس البلدي؟ طبعا في تنسيق، خاصة في طرح الموازنة أو، نعم، في إعداد الموازنة في تنسيق معهم، وفي المشاريع دعم في مشروع في تعاون معهم، خاصة مع العضوين، أخ عضو في الشمال وعضو منطقة عين أسنان، لأن منطقة عين أسنان تتبع بلدية الشمال، نعم، في تعاون، نعم. نسي عليه بالخير حمد الراشد، أعتقد حمد حمد، نعم، الأخ سعد بن علي نعيمي، نعم، سعد بن علي في منطقة الشمال. منطقة الشمال. وش هي أبو فهد أهم المشاريع اللي تشوفون أنها بتسهم في تطوير المنطقة، منطقة الشمال كاملة؟ المشاريع اللي قائمة حاليا بناء مدارس، نعم، بناء مستشفى، بناء مركز صحي، بناء أرواض، وهذه إن شاء الله بتساهم في تطوير المنطقة.
نعم ابو فهد، انتم تضعون مثل مقترحات الوزارة البلدية، المقترحات بس انكم تضعونها ولا لا تتابعون؟ لازم نتابعها، نضع تتابعونها اداريا وتتابعونها كانشاء؟ كانشاء نتابعها اداريا اول شيء، نشوف وين وصلت، نعم، نزور المسؤولين عنها ونشوف وين وصلت، وكذلك نتابعها انشائيا، خاصة صارت تراخيص من عندنا. نعم صارت تراخيص. وش المشاريع الاخيره اللي رفعتوها القريبه، اهم المشاريع عندكم؟ في مشاريع قلت لك المدارس، قلت لك في المدارس. نعم. والمراكز، المركز الصحي، المدارس بدات خلاص، بدات الحمد لله، والرواد بدات، باقي ان شاء الله مشروع مستشفى الشمال. نعم. ومشروع مركز صحي الشمال ان شاء الله قريب. نعم ابو فهد، بيض الله وجهك على هذه الفرصه، ونتمنى لكم ان شاء الله التقدم والتطور في مجال البلديه ان شاء الله، مجال المنطقه كامله. جزاك الله خير ويا مرحبا فيكم. الله يبقيك. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا موعدنا معاكم الاسبوع الجاي الاحد الجاي ان شاء الله في منطقه ثانيه من مناطق الدوحه، الى نشوفكم ان شاء الله بعد اسبوع، نخليكم مع هذا التقرير. تعد بلدية الشمال إحدى البلديات السبعة اللي تتبع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتقع شمال دولة قطر. تأسست البلدية بموجب القانون الصادر بسنة 1972 والخاص بإنشاء البلديات والصادر بتاريخ 17/7/1972. تبدأ حدود البلدية من الحويلة في الشمال الشرقي وتنتهي بالشحيمة في الشمال الغربي. تزخر بلدية الشمال بالكثير من المواقع الأثرية، إذ تحتوي على 13 قرية تراثية. من أهم المعالم الأثرية فيها مدينة قلعة الزبارة الأثرية، واللي تبعد نحو 105 كيلومترات عن مدينة الدوحة. وتضم أيضاً مدينة مروة بالأثرية، ويقع بها أثار مسجدها اللي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع الميلادي، بالإضافة إلى المعالم الأثرية اللي تحتضنها بلدية الشمال، فإنها تقدم العديد من الخدمات سواء لسكانها أو لزوارها، مثل وجود مركز الشمال الصحي، منفذ جوازات ميناء الرويس، إدارة أمن السواحل والحدود، قسم الدفاع المدني، بالإضافة إلى وجود منتزهات عامة في البلدية كمنتزهي الرويس وبضلوف. كما يمثل نادي الشمال الجانب الرياضي للبلدية، ما يعزز مكانة المنطقة رياضياً، خاصة وأنها ستكون إحدى محطات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. يعطيك العافية إبراهيم، وشكرا لك ولضيفك الكريم على هذه المعلومات اللي قدمتوها لنا. ومثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين، بإذن الله كل يوم أحد راح تكون معنا فقرة خارجية نغطي فيها منطقة من مناطق قطر بإذن الله تعالى. نعم بإذن الله، بدأنا في منطقة الشمال وإن شاء الله بنغطي كل مناطق قطر. نعود مشاهدين الكرام إلى متابعة حوارنا مع السيد محمد بن علي المهندي، صحفي ومحلل رياضي بجريدة الشرق، حول السدات القطرية لبطولة الألعاب الأسيوية. أبو علي، روحنا الشمال. ومريت الخور. بمر على طول ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحييك ابو علي. ودنا في البدايه نعرف كم عدد الوفد القطري اللي مشارك في هذه البطوله. وحقيقه العدد الوفد عدد كبير، يضم 22 لعبه واتحاد. وطبعا اتحاد من الاتحادات المهمه هو اتحاد العاب القوى، واتحاد السباحه والرمايه والالعاب الجماعيه، اليد وكره السله وكره الطائره وتنس الطاوله والاسكواش والدراجات الهوائيه والشطرنج، ما شاء الله ما شاء الله، والكاراتيه، وكلهم حقيقه مشاركين، مجموعه كبيره من الشباب الله يخليهم مشاركين. بعد ذكرت انت 22 لعبه راح يشاركون فيها منتخبات 22 اتحاد. 22 اتحاد، ربما اكثر من بعض الاتحادات مندمجين مع بعض. نعم لو بنتكلم عن اقرب يعني اي المنافسات اقرب انه ممكن يحققون فيها ميداليات، احنا دائما نتفوق في ام الالعاب اللي هي العاب القوى. والالعاب القوى مهمه عندنا، وعندنا ابطال، وعندنا نجوم حققوا انجازات عالميه، اخرها المعتز برشم اللي حقق افضل رقم قياسي في العالم، وحقق بطولات عالمية وإنجازات حقيقة الواحد يفتخر فيها. نعم.
بعد ألعاب القوى الألعاب الفردية، إحنا دائما الرماية عندنا، وعندنا أيضا الشطرنج حققنا فيه، وعندنا الكاراتيه، وأعتقد أن الدراجات الهوائية ممكن نحقق فيها لأن عندنا أبطال. ومن الألعاب الجماعية أرشح كرة اليد، لأن كرة اليد ما شاء الله حققت إنجازات كثيرة على جميع المستويات، وأعتقد أن منتخب اليد قادر على أن يحقق أحد المراكز. يمكن ذكرت بعلي معتز برشم، إيش حظوظ معتز برشم في البطولة المقبلة؟ طبعا هو بطل العالم، أعتقد فنيا وحسب ما احنا شايفينه هو افضل لاعب، ما دام هو ثاني العالم او اول العالم معناته اول واحد اسيوي يكون، وان شاء الله يحقق الميداليه الذهبيه. انا يعني باذن الله متفائل انه يحقق الذهبيه باذن الله. باذن الله تعالى، والامانه هو مجتهد يعني، واسهاماته تكون كثيره ومجتهد على نفسه. نعم محقق انجازات كثيره حق قطر. نعم ابو علي، انا ودي اسالك عن يعني حظ بطلنا، يعني بطلنا القطري ناصر العطيه، طبعا هو اسمه يسخر في كل الاماكن وهو فخر بالنسبه لنا، ايش تتوقع عن حظه في هذه المنافسه؟ طبعا ذاك اليوم انا المره اللي فاتت اعطيتك خبر حصري، والحين اعطيك خبر حصري. انا محظوظ كل مره. مبارك حق ناصر بن صالح العطية، بفوز بالمركز الأول في رالي أستراليا في فئة السيارة WRC2، وبعد ما يرجع خلالها بكرة أو عقب بكرة يسافر على طول على قبرص، لأن عنده رالي الشرق الأوسط. رالي الشرق الأوسط مهم بالنسبة لناصر، إذا فاز برالي قبرص معناته فاز ببطولة رالي الشرق الأوسط، وسيكرم ضمن الأبطال العالمية المكرمين في الجمعية العمومية التي ستعقد لأول مرة عندنا في قطر، يعني أول دولة شرق أوسطية بيكون هنا كل العالم، الفورميلا والكارتينج وكل اللعبات اللي تختص برياضة السيارات موجودة عندنا. ونأمل إن شاء الله أن ناصر يكون إن شاء الله. والله يستاهل ناصر، وهو ما شاء الله عليه. ما شاء الله تبارك الله أنه هو من الأبطال المميزين، وهو سوبرمان، حطيته في السيارات ما شاء الله حق إنجازات. في الرماية حقق البرونزي في الأولمبياد، وأيضا هو مجتهد، وأيضا في السباحة حقق، في البحرية رياضات البحرية حقق إنجازات بعد. ما شاء الله الله يوفقه إن شاء الله رب العالمين، ويكون يحقق بصالح إن شاء الله عقب ما يحقق بطولة إن شاء الله الشرق الأوسط، ونفرح بفوز برالي قبرص، بعد يروح إن شاء الله يشارك مع الشباب ويحقق إن شاء الله يا رب بإذن الله أحد الميداليات. نعم إن شاء الله هو قدها وقدود. في النهاية الدعوة هي رفع اسم قطر. طبعا بعلي، يمكن يعني نتكلم عن يعني في الختام عن أهمية مثل هذه المنافسات اللي بيشاركون فيها فرقنا القطرية في رفع مستوى الرياضة بشكل عام، وهذه الألعاب اللي راح يشاركوا فيها. أي تعرف الإعلام كله يركز على كرة القدم وبعض الألعاب الجماعية والاهتمام، لكن هذه فرصة متاحة بالنسبة للألعاب الأخرى أن يبرزون ويبدعون ونشوفهم، خاصة أن الدورات مثل الدورة الأولمبية والدورة الآسيوية والدورة العربية هذه يبرزون الشباب فيها في إبداعاتهم في الألعاب الثانية، خاصة ألعاب القوى في الجمباز. احنا عندنا ايضا في الجمباز، وعندنا في العاب القوه، وعندنا في المبارزه، عندنا حقيقه شباب نفتخر بهم ويحققون باذن الله ان شاء الله انجازات، يستفيدون اكتساب خبره، احتكاك بفرق متقدمه، فرصه لهم ان يشاركون لاول مره في تجمع كبير، الرهبه تزول عنهم، تعارف، اكتساب الرياضه، الخبره، ياهلون نفسهم، يكونون حقيقه هم سفراء لدولتهم قطر في هذا المجال الرياضي الحقيقه الكبير، خاصه ان دورة الألعاب الآسيوية تجمع أكبر عدد من الدول المشاركة في القارة الآسيوية، هي أكبر قارة في العالم، ونأمل إن شاء الله يوفقون يا رب العالمين في هذا المحفل الدولي، وهي اكتساب خبرة وإنجازات، ونأمل للشباب إن شاء الله التوفيق، ويرفعون دائما راية الأدعم عالية خفاقة إن شاء الله بإذن الله على دعم دائما فوق بإذن الله إن شاء الله يا رب. نعم الأستاذ سيد محمد علي المهندي، صحفي ومحلل رياضي بجريدة الشرق، استأنسنا بحوارنا معاك اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وشكرا للسادة المشاهدين الكرام. الله يوفقكم ان شاء الله باذن الله. اذا اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بعده ما تبقى من برنامجنا، انتظرونا.